الشهر الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فرد نذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سهل وفي مبدي تأول بلا تكلف كبح مدن بك لا يدنبي وكر زيد أسدا عك أسد والحال إن عرف لو فاعتقد تنكره معنك وحدك تجتهد ومصدر منكر حالا يقع لكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نبي أو مضاهي كلا يوم امرؤ على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحظ جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عملا أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيبا والحال إن ينصب فعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا لا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن مع الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا بهجر ونحو زيد مغردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن والحال قد يجيء لا تعدد لمغرد فعلم غير مغرد وعامل الحالي بها قد اكد بنحو لا تعذب الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو الرحلة وذات بدء بمضارع ذبت حوى الضمير ومن الواو خلت وذات واو بعدها نوي مبتدا له المضارع عدعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما بها عمل وبعض ما يحذف ذكره حذف صحيح. الحال يؤنث ويذكر تقول جاء زيد في حال حسنة وفي حال حسن الحال قال وصف اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه فضل ليس أحد ركني الكلام ليس أحد أركان الكلام يحذف ولا يؤثر تقول جاء زيد راكبا قلت جاء زيد وسكت توفر في الكلام مسند ومسند إليه وهذا يكفي ومع ذلك قد يقتضي الكلام ويكرهه فلا يستغنى عنه نحو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين لا بد من ذكرهم نرسل المرسلين إلا مبشرين قال ولا تمشي بالأرض مرحا لا بد منها إنما الميت من يعيش كريبا لا يقال بالعربية إنما الميت من يعيش لا يقول هذا عاقل إذا قد يحيط به ما يوجب ذكره أنا أقول الحال وصف فضل منتصب حكمه النصب مفهم في حالي إذا قلت جاء زيد راكبا معناه معنى الكلام جاء زيد في حال ركوب وشراح النص يقولون لا تنون لأنك حذفت المضاف إليه ونويت لفظه مفهم في حالي أي في حال كذا فلا تقول في حال قل في حالي كفرد نذهب فرضا حال واذهب فعل والفعل مستقبل انا اظهر قال الحالي اربع قواعد القاعده الاولى انه منتقل لا ثابت تقول بدا زيد ضاحكا بعد قيس فيسكت جاء زيد ماشيا بعد قيس فيقعد اظهر رايت زيدا غضبانا بعد قيس فيهدأ غضبه ومع ذلك قد تكون ثابتة إذا دلت على تجدد صاحبها نحو ويوم أبعث حيا ويوم أبعث حيا الحياة بعد البعث دائمة خلق الله الزرافة يديها أطول من رجلها لا تدل على تجدد صاحبها طول يدي الزرافة ثابت دعوت الله سميعا صفات الله وهو الذي أنزلكم كتابا مفصلا أو دلت الحال على تأكيد مضمون الجملة نحو زيد أبوك عطوفا هذه الحال ثابتة على خلاف الأصل مشتقة أصل الحال أن تكون مشتقة تقع اسم فاعل جاء زيد راكبا تقع اسم مفعول بدأ زيد مسرورا تقع صفة مشبهة بدأ زيد حسن الصورة بدأ زيد شرابا بدأ زيد أسرع من عمله مشتقات ومع ذلك قد تكون اسما جامدا مؤولا بمشتق نحو بدت الجارية قمرا أي مضيئة تثنت غصرا خفيفة سقط المصطلعان عدل عير العدل الحمل على الحمار سقط المصطلعان عدل عير أي لم يتفوق أحد منهما على الآخر بل سقطا متساويين
عند العيبة لا متساويين، وتقع الحال جامدة بمؤولة بمشتق إذا دلت على ترتيب نحو ادخلوا رجلا رجلا أو مفاعلا نحو كلمته فاه إلى في، أي متقابضين، أو دلت على تشبيه كر زيد أسدا بدت الجارية قمرا، أو دلت على تشبيه أو ترتيب أو تسعير نحو بيعه مدا بكذا، المد جامد أي مسعرا، التشبيه كرزين أسد أي شجاعا قلنا ترتيب أو تشبيه أو تسعير أو مفاعل أربعة، وهناك صور أخرى أقل من هذه في الحال المغطئة، أو تكون الحال وصلا لصاحبها أو فرعا لصاحبها هذه أقل، وتنحتون الجبال بيوتا الحال فرعا لصاحبها، البيوت فرع الجبال، هذا مالك خاتما الخاتم فرع للمال، أو هذا ذهبك خاتما ذهبك خاتم الخاتم فرع للذهب، هذا ما نقوله، وكونه منتقلا مشتقا يغلب، ولكن ويكثر الجمود في تسعير وفي مبدي تأول بلا تكلف كما قلنا قبل قليل، تسعير وترتيب تسعير وتشبيه ومفاعلة، مبدي كبيعه مدا بك أي مسعرة، وكالرزيل من أسد أي شجاعة القاعدة الثالثة أن الحال نكرة دائما، أن الحال منكرة دائما، القاعدة تقول جاء زيد راكبا ولا تقول الراكبة، فإذا جاءتك معرفة اعتقد تنكرها، تقول ادخلوا الأول فالأول أي مترتبين، جاءوا الجماعة الغفيرة جاءوا جميعا فأرسل العراك معتلكة، جئت وحدك أي منفردا، نقول والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى أنك وحدك تجتهد، القاعدة الرابعة والأخيرة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، الأصل في الحال أن تكون نفس صاحبها، وكذلك الخبر وكذلك النعت، الخبر عين المبتدأ والنعت عين المنعوت والحال عين صاحبها، تقول جاء زين راكبا، راكبا هو زين، وعلى هذا لا تأتي الحال نصرا، لا تقول جاء زين ركوبا، ومع ذلك سمعت الفاء لا يقاس عليها، قالت العرب جاء زيد راكضا أي راكضا، اسمعها فقط عن العرب، وتقول قتله صبرا وطلع زيد بغتة، قال الكوفية هذا ليس من قبيل الحال، هذا مفعول مطلق حذف عامله، طلع زيد بغتة قالوا يبغته بغتة، قتله صبرا صبرا قال مفعول مطلق.